منظم مركز إكستريم للرياضات البحرية أول أمس السبت حملة لتنظيف قاع البحر والشاطئ بمشاركة مجموعة من المتطوعين. وللتعرف على المزيد نتابع هذا التقرير ويا بعض. اليوم نظمين حملة تنظيف تحت الماء وتنظيف الشاطئ بمنطقة البدية بدبل فجيرة. نظفنا أمينة البدية ونظفنا الشاطئ بمنطقة البدية اللي هي حوالين مركز الغطس عندنا بالتعاون مع بلدية دبا والتعاون مع هيئة الإمارات للغوص. ونحن بنعمل هالحدث تقريبا كل فترة كجزء من التزامنا بحماية البيئة البحرية وتوعية المجتمع لضرورة عدم رمي المخلفات في البحر. وكان مشاركين عنا حوالي أكثر من 50 شخص من غواصين بين ناس على الشاطئ عم ينظفوا، والحمد لله قدرنا نشيل كمية هائلة من النفايات اللي هي أغلبها بلاستيك، دواليب، حبال، خيوط صيد، شباك صيد مش مستخدمة ورامينا ممكن تأثر على الحياة البحرية. ونحن كغطاسين من خلال غطسنا بنشوف تأثير الأكبر لهاي الأمور على الحياة البحرية. دائما بنلاقي أسماك على الأنين بشباك منسية أو مقطوعة والصياد ضيعها. فهذا جزء من إعطائنا لمجتمعنا وللدولة اللي نحن فيها اللي هي نحن عم نستفيد منها وعايشين فيها. وكان في غطاسين او شباب مشاركين من عده جنسيات، من عده اعمار، في المواطنين، في الوافدين المقيمين، وفي بعض السواح كمان كانوا موجودين عندنا وساعدونا كمان كجزء من الحدث. اليوم شاركنا بفعاليه اللي هي منظمه إكستريم، نادي إكستريم للرياضات البحرية. بتشكر حكومة الفجيرة، خفر السواحل، نادي إكستريم مرة ثانية على تنظيم الفعالية. نحن اليوم شاركنا مع فئة الغواصين، تجربة كانت كتير منظمة. حتى اليوم كان احنا كغواصين حسينا بهدف كتير حلو، انه عم ساعدنا الحياة البحرية، نظفنا الأشياء والنفايات حتى من تحت المي، وتفاجأنا بكمية النفايات الموجودة تحت المي. بتمنى يعني هي تكون رسالة توعوية لإلي ولكل المقيمين والزوار إنه يحافظوا على البيئة على الشط وجوا المي كمان، حتى عم يمارس أي رياضة لازم يساهم بيحافظ على البيئة لأنه بتأثر على الحياة البحرية. يعني اليوم السلحفة ما بتميز بين البلاستيك وبين الشيء اللي بتاكله، فيمكن تاكله فتنضر وتموت. هاي أبسط شغلة يعني ممكن تتأثر على الحياة البحرية.